السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج يوميات رمضان. أكيد كتلاحظوا أن بعض الناس اللي كتكون هناك واحد العصبية في رمضان، يعني عصبية غير مبررة. الإنسان لما كيتعصب في رمضان ولما كيطلع الأدرينالين ولما كيطلع الكورتيزول، فالجسم لا يحقق الفوائد يعني الصحية من رمضان. فالحلقة دي اليوم بغينا نثيروا فيها الانتباه لهذه النقطة، النقطة ديال العصبية. الوغ الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يضبط الأعصاب دياله، أنه يقوم بأشياء اللي تخليه بعيد كل البعد عن الأشياء اللي ممكن تعصبه، خاصة وحنا في الشهر الكريم. فالفوائد العظيمة للجسم ديالنا ولا جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة يضعف ضعف تام لما كيكون الإنسان في الحالة ديال العصبية وفي الحالة ديال ارتفاع الكورتيزول أو الأدرينالين. فحاولوا تجنبوا قدر الإمكان العصبية في رمضان باش هكا نحققوا الفوائد الصحية الكبيرة من رمضان. فالعصبية في رمضان تنقص من الفوائد الصحية ديال رمضان، وهذا الشيء علاش حاولنا أننا نثيروا الانتباه لهذه النقطة هذه من أجل أنكم تدوزوا رمضان في ظروف جيدة. فعواشركم بروكا، وإن شاء الله إلى الملتقى في حلقة مقبلة من برنامج يوميات رمضان.